ما هي العملة التي المستخدمة في السعودية؟ يعني شو بيستخدموا بالسعودية عملة؟ إنه شو مصاري يا يونس شكله مصاري يا خرابي. ورحمة الله وبركاته، جيناكم مقطع جديد مع رفيق يونس، وفي اليوم جيناكم تحدي جديد وفي جوائز وفي عقابات، وأخي من وراء الكاميرا راح يشرح لكم التحدي. التحدي هو راح نسألكم كل واحد 5 أسئلة، واللي بجاوب صح بيربح معنا، بيسحب من هاي الفخارة. هاي أيوة. واللي راح يخسر بيسحب هون. هون في عقابات راح يسمي هون. هون في عقابة. في جوائز. هون في جوائز. هاي العقابة. وايد جوائز. هاي الجوائز. تمام. جاهزين شباب؟ جاهزين. السؤال الأول، ما هي العملة التي المستخدمة في السعودية؟ يعني شو بيستخدموا بالسعودية عملة؟ إنه شو مصاري؟ يا يونس شكله مصاري يا خرابي. نوع المصاري شو اسمه؟ يعني مثل هون ليرة تركية، مثل ليرة سورية بسوريا، أمريكا الدولار كذا، غير تركية، غير ذكرني بالرجعة بزع عليك. إيه شكرا. طيب راح أعطيك 3 احتمالات، راح أعطيك احتمالات وأنت بتجاوب. درهم، الدينار، الريال. الدينار. غلط. اسحب اسحب ديك اسحب من هاي. اسحب. الله يرحمه. شو ترى؟ ماء وملح. ماي وملح. تفضل. الكوب الأسود. الكوب الأسود. شراب شرب. لازمك صب منيح. وين هيك شراب شراب؟ ما شرب شيء. يشرب هاي امهله شراب بس يلا ما لها كثير. الله. طيب طفوا الورقه ورجع محلها مشان كيف بركي. ثلاثه. الرسول صلى الله عليه وسلم كم ولد عنده؟ لا احتمالات. 9 8 7. 8. غلط. اسحب اسحب من الفخار هاي هديك. صح؟ غلط. عنده 7 اولاد. 7. بدك تاكلها؟ لا يلا اشرب مي اذا بدك. اشرب مي. بل ان شاء الله تخسر. تمام. يونس، ما اصغر دولة عربية؟ عربية. عربية. يا خرابي. مرسين. عربية. عربية. راح أعطيك احتمالات. قطر، الكويت، بحرين. بحرين. برافو. شرفت شلف. ما هي. والله. مظبوط أظهر. تسحب من هاي الفخار. لا 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 لا. بطاطا. تمام ربحت معك. حطوا عشان يس. تمام طوية ورجع طوية. طارق، يا الله يا الله. ما هو البحر الوحيد الذي لا يوجد فيه أسماك؟ يعني ما بيعيشوا فيه الأسماك. بدك في خيارات. بحر الأسود، تمام. بحر الأحمر، بحر الميت. بحر الميت. صح. متأكد؟ ايه. مظبوط. كيك. كيك.
خذ كيك. نقل بدك. انا جهاز. تمام. حطها على جنب. الجوائز. تمام. ونحطها. يونس. مع عاصمة مصر. يا الله والله كثير سهلة. عم يجي. بدك احتمالات بعطيك. ايه احتمالات. القاهرة، اسكندرية، جيزة. جيزة، شو جيزة؟ أكيد؟ أه؟ سحاب. غلط. سحاب. القاهرة. سحاب. شو؟ ماء وملح. ماء وملح. محظوظ. لا. محظوظ لا، يلا تمام. إيه ماء وملح نفسه. هذا ما عندي معلومات. أنا عندي الحمد لله. دوري. ما هو الذي كلما ازداد نقص؟ يعني كل شيء بيزيد يعني خيارات بيجي بينقص. النار، الحفرة، ولا العمر؟ العمر. صح. وقف لا ما في تنقاي. لا عملت ما في تنقى. رجع رجع وحرك ايدك جوا بعد ما تطلع اسحاب وحده. تمام. بسكوت. تمام. جوائز يا حبيبه. يا رب تخسر. انا هذا بدي. ما هو الحيوان الذي لا يمكنه يشرب الماء؟ بعطيك خيارات. خيارات. حمار الوحش، الكنغر البري، الذئب. ذئب. فكر. أقول لك. لا استنى. والله في معك ثلاث احتمالات. أقول لك. حمار الوحش هو مستعجل. كنغر البري، الذئب. كنغر البري. صحيح. اسحبني. حظ بفيق الصخر. يا رب طلق. شو؟ بطاطا. تمام. خلص البطاطا مات. بطاطا. دوري. طارق. نعم. ما هو الحيوان الذي لديه ذاكرة قوية؟ يعني ذاكرته كتير قوية. احتمالات. الزرافي. تمام. الأسد. الجمل. جمل. صح. وقف هيك أنا وحاطط إيه. تمام. لا هاي شو زوارف تعرف شو هاي طيب شو صحي صحي بوكس بوزة. تمام. تربح معنا بوزة. وهاي البوزة حظي بيفرق. تمام. حط يعني عشان ندوب الثلاجة. تمام. بقى سؤال. هلا بفضل سؤال بسؤال. تمام. يونس. بقى محاولة بمحاولة. بفضل سؤال بسؤال. يونس. ما عاصمة فلسطين؟ فلسطين. شو عاصمة فلسطين؟ لازم تعطي خيارات. حيفا، غزة، القدس. غزة. اكيد غلط. اطلع برا. اصحاب الله يخلي لنا هالاسئله. الحمد لله رب العالمين. شو طب؟ خل. خل. لا. هذا هو كل الخل. اشرب. فرجيني اول شيء. فرجيني. فرجيني. قبل ما تشرب تنبسط. ينبسط. شبك شوي شوي. تمام. الحيوان الذي ينام وعيناه مفتوحتان. بالبحر اما بالبحر. بالبحر. هاي غلطت. احتمالات. احتمالات. الحوت. السمك. الدلفين.
الله هذا ما بعرف قديش اللي اختاره على اذا نقول دلفين تلف مظبوط صح هذا ما اطلع بوزة تمام بوزايتين وهاي بوزايتين تمام يا حرام راحت عليك وصلنا لآخرة الفيديو وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك لايك